الفيديو هذا غتكون عندنا الحلقه 20 من سلسله ديالنا ميه ناس لاعب مع برشلونه في الدوري الاسباني. اذا الخوت في هذه الحلقه هذه غيكونوا عندنا مباريات مهمه من ابرز المباريات اللي غيكونوا عندنا. تكون عندنا مباراه مع اتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني، وكذلك غيكون عندنا مباراه مع مانشستر يونايتد تشامبيونز ليغ، مباراه الحاسم باش نتاهلوا لدور 16. فبلا ما نطول عليكم كثر، اللي مازال ما مشترك يشترك معنا واعطيونا لي لايك ديالكم باش نقترح هذا الفيديو هذا، ونتلاقاو بعد الانترو. إذن الخط على بركة الله، نحاولوا الدراري أول حاجة كيف العادة نريقلوا الدراري الشخصية ديالنا. دابا هاد المرة غادي نحاولوا نبدلوا اللون ديال الشعر اللي كان في التعاليق اللي هو اللون الأخضر، فالأغلبية بكم طلبوا منا اللون الأخضر. غنديروا الدراري اللي هو هذا كما كتشوفوا على هاد الشكل هذا، فغيكون الدراري الشكل ديالنا إن شاء الله على هاد الشكل هذا. ولا بغيتوا شي لون آخر خلوا لي في التعاليق، وإن شاء الله في الحلقة المقبلة نديروا هاد الدراري. دابا نمشيو مباشره للدراري بالنسبه لنا الاحتفاليه، غنحتفلوا بهذه الاحتفاليه اللي عندنا الدراري كما كتشوفوا، نخليوها كذلك تكون في هذه الحلقه هذه، وغنمشيو مباشره باش نحفظوا المعلومات ديالنا ونمشيو مباشره للحلقه ديالنا. بالنسبه للمباراه ديال هذه الحلقه هذه غتكون عندنا المباراه مع الرايو فاليغانو في الدوري الاسباني. مباشره الدراري غيلعبوا مع مانشستر يونايتد في الشامبيونز ليغ الجوله الخامسه، وكذلك عندنا مباراه مع الاتلتيكو مدريد، مباراه مع فيلاريال، وكذلك مباراه مع سبورتينغ براغا الجوله السادسه من تشامبيونز ليغ باش نتاهلوا ان شاء الله لدور 16. اما الان الخوت نحاولوا نتبرعوا بالمال، تبرع بالمال للمناطق الناميه، نحاولوا الدراري نتبرعوا بمليون ونص دولار هنا باش نديو النقاط ديالنا ديال القلب النابض اللي هي 400 نقطه الدراري اللي غينفعونا الشخصيه ديالنا. كذلك كما كتشوف الدراري عندنا 6 الميزات بالنسبه للشخصيه ديالنا، نحاولوا الدراري خصنا نجمعوا 60000 نقطه باش يفتحوا لنا هنا الميزه السابعه باش نكملوا الدراري الميزه ديالنا كاملين. الان وصلنا للمباراه اللي غتكون مع الرايو فاليغانو الجوله 14 من الدوري الاسباني، الريال هي الاولى لحد الان. نحاولوا الدراري نديروا تخطي لهذا الماتش هذا ونشوفوا النتيجه فقط، ونتمنوا نغلبوا في هذا الماتش هذا باش نديو 3 نقاط. فكما كتشوف الدراري غلبنا ب 4-0، وكذلك ماركينا في هذا الماتش هذا ودينا 3 نقاط. كما كتشوف الدراري كيرشحونا باش نكونوا هنا الدراري لاعب الشهر في الدوري الاسباني، شهر 11 في الدوري الاسباني. اما الان وصلنا للخط الجوله الخامسه من تشامبيونز ليغ، غتكون مع مانشستر يونايتد. لحد الان حنا في المركز الثاني عندنا 5 نقاط جامعين مع الدراري من 4 ديال المباريات، خسرنا بزاف النقاط في هذا الدور المجموعات. نحاولوا نغلبوا هذا الماتش، اول حاجه نديروا التدريب ديالنا الدراري، التدريب ديالنا عندنا محفوظين، نديروا محاكاه ونمشيو مباشره للماتش ديالنا مع مانشستر يونايتد. كما كتشوفوا الدراري حنا الان الدراري غنلعبوا في التشكيله الاساسيه ديال تشافي، ما علينا الا نديروا ركله البدايه. الفوز وحده سيضمن التاهل الى الادوار الاقصائيه، 3 نقاط حاسمه سنكون معكم في فعلى بركه الله الخوت. كما كتشوفوا هنا مان يونايتد وكذلك البارسا لاعبين الجوله الخامسه من تشامبيونز ليغ، لاعبين الارضيه ديال مانشستر يونايتد. المباراه ديال الذهاب كانت انتهت 2-2، انا ذاك تشافي الدراري ما تكونش في التشكيله الاساسيه ديال تشافي. غنحاولوا نديروا تقييم مباراه وندخلوا الماتش ديالنا. اذا هنا اول هجمات ديال البارسا، هنا كما كتشوفوا جابرييل كيرجع كره مره اخرى، هنا يلا نحاولوا نطلبوا كره الدرينا في الوسط، عندنا المساحه الدراري نحاولوا نزيدوها كونزيرو في السرعه. انا كما كتشوفوا الانفراد نحاول نسدد مباشره الهدف الاول الخوت، من البدايه جبنا الهدف الاول كما كتشوفوا، لكن الاحتفاليه ما خصنيش نحتفل على الفريق اللي لعبت مع الدراري هنا في البدايات ديالي كما كتشوفوا. اذا هذا هو الهدف الرائع الخوت هنا في شباك ديال اونانا، والبدايه ولا اروع انا الصراحه 1-0. اذا هنا كما كتشوفوا جابري مارتين اللي كيرجع لي هذه الكره هذه، نحاول نمر الخوت، عندي مساحه نحاول نسدد من بعيد، لكن اونانا كيتصدى لهذه الكره هذه وكتضيع علينا كما كتشوفوا. نزيد في السرعه هكا ورفع مباشره، يلا واحد يرتقي الراسيه لكن سهله لاونانا وكتضيع علينا هذه الكره. اذا هنا كره البارسا، نحاول الدراري ندخل في العمق ونطلب كره هنا في الوسط، يلا الراسيه لكن اونانا كيتصدى لهذه الكره وكتضيع علينا مره اخرى. هنا كما كتشوفوا عندي انفراد، نحاول نمر الدراري هنا كنفرز مره اخرى، نقوم بالمره وغنسدد، لكن اونانا كيتصدى مره اخرى الكره هذه والركنيه. هنا جمار البارسا مره اخرى ديست كيرجع لها الكره هذه الانفراد، نحاول نسدد امام اونانا مره اخرى كيتصدى الدراري لها الكره هذه وكتضيع علينا. كما كتشوفوا الخط وصلنا للدقيقه الاخيره، وهنا اليونايتد هاجمين علينا ما يجيبوش علينا الهدف التعادل. هنا كتوصل هذه الكره هذه وكيصالي الماتش رسميا، الدراري كنضمنوا التاهل ديالنا لدور 16 كما كتشوفوا بعد الانتصار هذا 1-0 على مانشستر يونايتد في الارضيه ديالهم الخط. كل التركيز على محاوله تامين صداره المجموعه حتى يكون هناك قرعه افضل للدوري القادم. كما كتشوف الدراري دينا رجل المقابله، وكذلك الدراري نجزنا جميع الميزات اللي طلب منا تشافي، وعطانا 4 نقاط نحاولوا نستغلوها في التطوير. اذا الدراري غنحاولوا نديروا الالتفات هنا نقطه، وكذلك غيبقاو لنا 2 نقاط هنا بالنسبه للعرضيات، غنديروا 2 نقاط الدراري هنا نعمروا العرضيات ديالنا كما كتشوفوا، وغتبقى لنا نقطه واحده الدراري اللي غنمشيو مباشره
بالنسبه للرؤيه غنزيدوا هذه النقطه هذه ونخرجوا مباشره. كما كتشوف الدراري الترتيب ديال الشامبيونز ليغ هنا سبورتينغ براغا هي الاولى 9 نقاط، حنا في المركز الثاني 8 نقاط، فلهذا الدراري غنكونوا ضمننا التاهل ديالنا مباشره بلا ما نستناو النتائج، لكن غنلعبوا الجوله الاخيره على حساب الصداره. فبالنسبه للطاقه ديالنا الدراري فهي بقات في 92 كما كتشوفوا بعد ما طورنا اللاعب ديالنا، وغنمشي مباشره عندنا مباراه مع اتلتيكو مدريد الجوله 15 من الدوري الاسباني. حنا الدراري حنا الان في الصداره الفايتي ريال مدريد بجوج نقاط كما كتشوفوا، نحاولوا نلعبوا هذا الماتش هذا ولما لا نديو ثلاثه نقاط مع الاتليتيك. الدراري لاعبين اساسيين في التشكيله ديال تشافي، ما علينا الا نديروا ركله البدايه. الجماهير ما زالت تتدفق هنا على الملعب من اجل هذه المباراه المرتقبه واللي خطفت الاضواء في وسائل الاعلام واللي ينتظر منها الكثير. سنكون معكم بعد قليل من ملعب سيفيتاس بوتين وليتانو، فلا تذهبوا بعيدا. اذا الخوت كما كتشوفوا هنا البارسا وكذلك اتلتيكو مدريد لاعبين على الارضيه ديال اتلتيكو مدريد، الماتش اللي غيكون صعيب صراحه الدراري ضد سيميوني، نحاولوا نقدموا شي اداء يكون مزيان اللي مهلا نكونوا الدراري نديو ثلاثه نقاط ديالنا من هذا الماتش هذا ونبقاو في الصداره. غنديروا ديك تقييم مباراه هكا. اذا هنا اول هجمات ديالنا نحاولوا نطلبوا كره من عند كوندي، لكن الدفاع كيبعد هذه الكره هذه مره اخرى، فرانكي كيرجع لها الكره، الحكم ما كيحتسبش الخطا على هذه اللقطه هذه وكتضيع علينا. الدراري هنا كره للاتليتيكو هذه صعيبه الكره هذه للاسف الخوت هنا الحكم كيعلن الخطا وكيتوجه مباشره، نتمنوا ما تكونش كارت حمراء كما كتشوفوا هنا الدراري. اذا الدراري ورقه حمراء هنا اريك غارسيا الدراري كما اذا هنا الخطا الدراري غريزمان هو اللي غيتير هذا الخطا هذا، نتمنوا ما تكونش كره للاسف. الدراري هنا كضرب في العريضه لحسن الحظ عفوا، هنا كضرب في العريضه مره اخرى، يلا واحد يقطع واحد يقطع هذه الكره هذه، لازال الضغط الدراري هنا من اتليتيكو مدريد كتوصل هذه الكره ديال غريزمان كيسدد، لكن تير شتيغن كتسدد هذه الكره هذه وكتضيع على الاتليتيك. هنا هجمه البارسا مره اخرى نحاولوا نطلبوا كره في العمق، كتوصل هذه الكره هذه نحاول نسدد مباشره، لكن اوبلاك كيتسدد هذه الكره هذه والركنيه. اذا هنا الخوت كما كتشوفوا هجمه الاتليتيك مره اخرى غريزمان لازال الدراري كيحتفظوا بهذه الكره هذه للاعبين ديال الاتليتيك، كتمر غريزمان مباشره كيوضع الكره في شباك هنا الدراري، لكن التسلل الخوت هنا كيعلنوا الحكم كما كتشوفوا هدف ابيض بالنسبه لاتليتيكو مدريد. اذا الدراري نحاولوا نديروا هذا الخطا هذا كما كتشوفوا على اوبلاك، نتمنوا يجيبوها في الشباك هذه الكره هذه، لكن بعيده بعيده هذه الكره هذه كتضيع علينا. وصلنا للدقيقه الاخيره الدراري المباراه 0-0، المباراه اللي صعيبه صراحه الخوت مع الاتليتيك، هنا الحكم ما كيحسبش لنا الخطا هنا وكتستمر هذه الكره هذه كيصالي الماتش على عثر النتيجه هذه 0-0، دينا نقطة واحدة فقط مع هذا الماتش. إذا بالنسبة للتقييم ديال المباراة ديالنا دينا تقييم لي 7.6 تقييم لي ما بيش. أما الآن وصلنا المباراة مع فيلاريال الدراري الجولة 16 من الدوري الإسباني، إحنا الدراري تراجعنا المركز الثاني لكن ناقصين جولة على ريال مدريد اللي فايتنا لحد الآن بثلاثة نقاط، نحاولوا نغلبوا هذا الماتش هذا مع فيلاريال باش نبقاو في الصدارة. الدراري لاعبين أساسيين في هذا الماتش هذا ضد فيلاريال، ما علينا إلا نديروا ركلة البداية. مباراة كبيرة لدينا اليوم ننتظر منها الكثير، خاصة بعد الضجة الإعلامية اللي صاحبتها في الأيام الأخيرة ومع التوافد الكبير للجماهير. دقائق قليلة تصنع بداية هذه المواجهة، برشلونة سيقابل نادي فياريال. إذا الخوت هنا البارسا وكذلك فيلاريال لاعبين على أرضية الملعب ديال البارسا، نحاولوا نجيبوا ثلاثة نقاط مع هذا الماتش هذا قدام فيلاريال الدراري الغواصات 0. إذا نحاولوا هاد الخوت نقدموا شي أداء كذلك يكون مزيان باش نبقاو في التشكيلة الرسمية ديال البارسا بقيادة تشافي. غادي نديروا ديريكت تقييم مباراة وندخلوا ديريكت الماتش ديالنا. هنا أول هجمات البارسا هنا نطلقوا باس مع روميو كما كتشوفوا هنا، وندخلوا في مناطق العمق مرة أخرى نطلبوا كرة في العمق، يلا كتوصل هاد الكرة هذه والهدف الأول الدراري من البداية كنجيبوا الهدف ديالنا الأول الخوت على فيلاريال. إذا 1-0 كما كتشوفوا هنا بداية ولا أروع صراحة اللي ماركينا فيها الخوت هاد الهدف هذا، وهنا الاحتفالية ديالنا المعهودة بهذا الهدف. يلا نحاول نطلق باس مرة أخرى كنحسب بهذه الكرة هذه، نطلق باس مع كوريتسكا كيهرب هذه الكرة هذه، نحاول ندخل في العمق الدراري ونطلب الكرة هنا، يلا الرأسية للأسف كتضيع علينا الكرة هذه الدراري كما كتشوفوا. هنا الخوت هنا الكرة كتوصل لي مرة أخرى، نحاول نطلق واحد سنين هكا وندخل في مناطق الوسط، يلا فرانكي كيرجع لها الكرة هذه، عندي المساحة الدراري نحاول نزيد في الصرحة هكا لاني فيراد، يلا سدد الأرسي والهدف الثاني الخوت الثاني لنا شخصيا. إذا 2-0 على فيلاريال الدراري في الشوط الأول فقط كما كتشوفوا الخوت، اذا 2-0 كان ماركيو مدري انا شخصيا، وهنا الاحتفاليه ديالنا بهذا الهدف الهدف الثاني. لهذ الكره دي نحاول الدراري المور امام الدفاع فيلاريال، لا سدد الهاتريك الهاتريك الخوت في 36 دقيقه فقط في الماتش الدراري اللي لعبنا كما كتشوفوا كان ماركيو الهاتريك، وهنا الاحتفاليه ديالنا بهذا الهدف. كره البارسا مره اخرى فرانكي كيرجعنا كره جابري مارتيني، نحاول نطلب كره هنا في الوسط، يلا نحاول نسدد مباشره هدف عالمي هذا الهدف هذا الدراري، كنكونوا ماركينا السوبر هاتريك على فيلاريال كما كتشوفوا.
يضرب على 0 لبارسا و 4 الاهداف اللي ماركينا في هذا الماتش. وصلنا للدقائق الاخيره الدراري، النتيجه مازال 4 0 كما كتشوفوا كيصالي الماتش على اثر النتيجه هذه. سوبر هاتريك اللي ماركينا في هذا الماتش. اذا نحاول الدراري نستلموا هنا الكره كما كتشوفوا ديال الهاتريك ديالنا، لكن حنا ماركينا سوبر هاتريك اليوم 4 الاهداف كما كتشوف الدراري. بالنسبه للتقييم ديالنا اللي هو 10 وماركينا 4 الاهداف هنا كما كتشوف. اذا الخوت حققنا جوج الميزات اللي طلب منا تشافي، وكذلك جبنا 3 نقاط للفريق ديالنا. اما الان وصلنا للجوله الاخيره من تشامبيونز ليغ، راه تكون مع سبورتينغ براغا. غنلعبوا الدراري على الصداره كما كتشوفوا، فايتينا بنقطه، الدراري عندهم 9 حنا عندنا 8 ديال النقاط. نحاولوا نمشيو ديكس الماتش ديالنا، شوفوا لاعبين اساسيين في هذا الماتش، ما علينا الا نديروا ركله البدايه. بعد ضمان التاهل الى ادوار خروج المغلوب، العيون على صدارة المجموعة من اجل قرعة السلبية. اذا البارسا دري سبورتينغ براغا الجولة السادسة من دور المجموعات تشامبيونز ليغ. بالنسبة للتأهل ديالنا فضمنا التأهل الخوت، اما دابا غنلعبوا على صدارة ديال المجموعة فقط باش نكون الدراري حنا اللي متصدرين المجموعة ديالنا. اذا الكرة الأولى البارسا، هنا رافينيا كيرفع هاد الكرة هذه، لكن الحارس كيتصدى مرة أخرى، حاول يرتقي بالرأسية لكن كتبعد هاد الكرة هذه مرة أخرى. فرانكي كيرجع لها الكرة هذه، نحاول نسدد، كتقطع من دفاعنا وكتضيع علينا. يلا نحاول الدراري نمر بهذه الكره هذه، ونطلق باس مع رافينيا كيرجع لها هذه الكره هذه، يلا سد دائري، لكن الحارس كيتصدى لهذه الكره هذه وكتضيع مره اخرى. مع كره صعيبه الدراري سبورتينغ براغا، لكن تير شتيغن كيتصدى لهذه الكره هذه وكتضيع كما كتشوفوا. يلا نحاول نطلبوا كره هنا في العمق مره اخرى، نطلقوا باس مع فرانكي كترجع لي هذه الكره هذه، نحاول المر امام الدفاع، يلا سد الحارس مره اخرى كيتالق على هذه الكره هذه وكتضيع علينا. نحاول نطلق باس الدراري هنا مع فرانكي مره اخرى، كترجع لي هذه الكره هذه، ونطلق اسيست عالمي هذا الاسيست هذا كما كتشوفوا. غوندوغان كيماركي الهدف الاول الدراري البارسا كما كتشوفوا في الدقيقه 70، الاسيست كيتحسب لنا في هذه الكره هذه، وهنا غوندوغان هو اللي كيماركي الهدف الاول البارسا. اذا 1-0 الاخيره من هذا الماتش هذا، مازال ضاغطين عليهم الدراري هنا في المناطق الدفاع ديال سبورتينغ براغا. نحاول نرتقي بالراسيه لكن بعيده هذه الكره هذه مره اخرى، وكيصالي الماتش على اثر النتيجه هذه 1-0 والصداره البارسا هنا في دور المجموعات. وكما كتشوفوا الدراري حققنا جوج الميزات ديال تشافي اللي طلب منا الدراري في هذا الماتش هذا، وجبنا الصداره في دور المجموعات. فكما كتشوف الدراري في دور 16 جينا مع النجم الاحمر الدراري كما كتشوفوا هنا، غنلعبوا مباراه ديال الذهاب والاياب كذلك في دور 16 نتمنوا نتاهلوا. وهنا الجانب الاخر الدراري كما كتشوفوا هنا تشيلسي وكذلك دورتموند باريس سان جيرمان والفرق الاخرين. اما الترتيب الدراري ديال الدوري الاسباني، فاحنا في المركز الاول عندنا 38 نقطه، المركز الثاني الريال كذلك بنفس النقاط. بالنسبه للهدافين ديال الدوري الاسباني، فاحنا في المركز الاول الدراري عندنا 14 الهدف، فايتين المركز الثاني بجوج الاهداف كما كتشوفوا. فحتى لهنا كنشكركم على المشاهده ديالكم، الى لقيت الدعم على هذه الحلقه هذه نحاول نحط لكم الحلقه 21 في اقرب وقت ممكن، فشكرا لكم على المشاهده. الله.